بدر جاب هدف واتلغى له هدف النهارده. اه السوليه جاب جول حلو قوي الصراحه، قوي قوي يعني، تسديده جميله. طبعا الملحوظه بقى ان خط الظهر هو كان صاحب السبق او صاحب عمليه التهديف الكبرى مع فريق الاهلي، محمد هاني هدف، ياسر ابراهيم هدفين اهو. ده يحسب عمرو السوليه في نص الملعب برضه مدافع ولا لا نص 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 نص، ولكن طبعا دي ميزه طبعا عندك كباتن مثلا في ما دي احدى يعني الحلول الهجوميه في رول. ممكن تبقى فرقه متكتله، ما هو خلي بالك بعد الطردين بتاع فرقه الهلال ابتدوا يتراجعوا وابتدوا يعملوا زون ديفنس على اساس ان هدفين كابتن بتاع ياسر جون في الاول، خلي بالك قبل الطرد. ما لا انا بتكلم بعد الطرد خلاص ابتدوا يلعبوا، فابتدوا النهارده، فانت بتفك التكتل ده ان انت ممكن تشوط، وكان ممكن يجي حمدي فتحي كان يعني حاول على الجون، السوليه حاول على الجون. فدي احدى الحلول الهجوميه في فرقه النادي الاهلي، ودي حاجه كويسه ان انت بتبتدي تضغط من الحته دي، بتعمل ضغط على الجول. هو بس برضو للتصريح معلومه ان كان في هدف قبل الطرد وهدف بعد الطرد. ما انا الطرد الاولاني، ما انا بكلمك اللي حصل بعد الشوط اللي حصل، او اللعيبه كلها ابتدت تشوط، ان انت ابتدت ترجع تتراجع فرقه الهلال تتراجع. هو صراحه يعني خلي بالك تفتكروا ان كان الاهلي هيلعب الهلال في السوبر لو تفتكروا 2017 السوبر المصري السعودي، وحصل ان النادي الاهلي كان عنده ظروف معينه فما لعبش البطوله دي والمباراه دي، وبعض الاعلاميين ما اعرفش سالم الدوسري قال لك الاهلي هرب مننا واحنا ازاي هنخشاه يعني هنخاف منه ازاي يعني وهو هرب مننا في السوبر السعودي يعني رد عليه قوي. رد الناس طبعا، لا الناس لازم تفهم يا فاروق، احنا الثلاثه لعبنا في النادي الاهلي وعارفين شخصيه النادي الاهلي. النادي عمره النادي الاهلي ما بيهرب او يتراجع، حتى دي كانت بطوله كان ممكن الناس تقول لك النادي الاهلي رغم الظروف اللي عنده والاصابات اللي عنده او اللعيبه الدوليه مش موجوده ان هي تتضارب مع بطوله الامم الافريقيه، فدي كانت كبيره جدا. فالناس كانت بتقول ان ممكن حد يفكر ان ينسحب، لا اعتقد اداره النادي الاهلي ولا النادي الاهلي ممكن يفكر في بطوله بطل افريقيا مع بطل اسيا في كاس هيتعمل. ما اعرفش دي، انت سمعت دي كان زمان اللي هي الافرا اسيويه، الافرا اسيويه كانت زمان موجوده، مفيش يعني. عشان نروح نقابلهم برضو لو في ماتش زي كده يبقى حلو قوي. لا يعني كان هي كانت بطوله موجوده اعتقد نادي الزمالك حصل عليها، النادي الاهلي ما اشتركش فيها خالص قبل كده على حسب ما اتذكر يعني، صح ولا غلطان؟ انتوا كنتوا برضو اقدم مني يعني. لا بتهيألي ما الاهلي خدها مره باين الافرا اسيوي، الافرا اسيوي الاهلي خدها، ممكن يكون خدها في الزمالك خدها الاول كابتن طارق وزيت وعلاء مهوب مش عارف موجوده، بس الزمالك خدها مره يعني، بس بس لو اتعملت هتبقى حلوه قوي. لا الزمالك خدها، اللي شفت الزمالك اللي خدها افرا اسيوي، بس لو اتعملت هيبقى ماتش حلو قوي. الماتش طبعا جميل، اتفرجت عليه الماتش ده كانت كسبوا 2-0 ده الزمالك قصدي زمالك. طيب خليني بس اخدكم